إلى إرهاب الطرقات الآن، لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم إثر حادث مرور أليم وقع بولاية تلمسان، ويتعلق الأمر بعائلة نعيمي المتكونة من 6 أفراد، الوالد والوالدة والأبناء بالإضافة إلى الحفيدين. تلفزيون النهار زار عائلة الضحايا بسيدي بلعباس ورصد الأجواء التالية. جارنا احنا يا من وقت ثم هذاك ما سمعنا من اول ومن صلاة الدار ثم هذاك، هذه هي ونتمنوا للرحمة اللي نعاونوه بها. احنا نقولوا الله يرحمه والله يوسع عليه والله يلحق بأمة محمد ان شاء الله سالما غانما ان شاء الله، والله يصبر اهله وصبرنا احنا حتى احنا. دائما في المسجد دائما اوقات تاعها كاع ما يخدمش في المسجد تاعنا، مسجد الرحمة، الله يرحمه ويوسع عليه زوجته وليداته، نطول له الرحمة ان شاء الله يا رب.